يعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، لكنه أيضاً يمثل إحدى الميزات التنافسية التي تعتمد عليها المدينة الصناعية في جذب الاستثمارات الصناعية، وخاصة في مجالات الطاقة التقليدية وحالياً المتجددة. ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أنشئ بالثمانينات الميلادية، أنشئ من ذاك الوقت إلى الآن كان أقوى محفز للصناعات أن تستثمر في مدينة ينبع الصناعية، خصوصا الصناعات الموجهة للتصدير. هذه وجود بنية تحتية قوية، وجود عمق بحري كبير جدا يستقبل أضخم السفن في العالم. أيضا ميزة ميناء الملك فهد الصناعي بأنه ميناء شريطي على طول البحر الأحمر، على طول حدود مدينة ينبع الصناعية الغربية. حاليا كل مدينة ينبع الصناعية حدود 20 كيلومتر طولي مطلة على بحر الأحمر، تدار من قبل برج واحد، برج مراقبة في ميناء الملك فهد الصناعي، مما يتيح لنا التوسع بشكل كبير جدا في ميناء الملك فهد الصناعي.